السلام عليكم. اليوم نروحوا ولاية جيجل نشوف جانب من التهيئة تاع الكورنيش تاع مدينة جيجل، واللي نشوف هنا رغم أنه فيه يعني محاولة ل يعني إعطاء واجهة، لكن يعني الأشغال تبدو رديئة من ناحية الفينيسيون وكذلك من ناحية المواد المستعملة. هذا النجمة هذه اللي رانا نشوفوا فيها كان من المفروض يديروها مغلفة يعني موزايك سيراميك تتغلف وتكون أكبر من هذا، يعني تهيئة رديئة. وحتى كذلك يعني الواجهة البنايات يعني غير مكتملة و يبقى عمل كبير ينتظر المسؤولين في هذه الولاية فيما يخص التهيئة. إن شاء الله أنه نشوف نتائج خلاف في منطقة خلاف. والسلام عليكم.